اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله ام النهارده ده اعتقد ان واخدين بعضينا ورايحين على الاكل الهيلسي الدايت اللي هو اكل صحي، والصحة تاج على رؤوس الأصحاء حتى في العيد يا أبو غازي. إيه المشكلة؟ النهاردة تالت أيام العيد وأجازة العيد، تعالوا مع بعض نتسلى كده ونعمل حاجات لطيفة وبلاش لا فراخ ولا لحمة، وخلونا مع التونة وخلونا مع الرنجة، حاجة لطيفة وجميلة. وعايز النهاردة أحبب الأطفال الحلوين للأمانة في الرنجة. يعني الرنجة دي يمن إحنا عارفين قصتها وحكايتها، بس في أطفال عايزين نحببهم في الرنجة. فالرنجة ممكن لما ناكلها كريسبي مقلية، سكة الفيش فينجر أو التشيكن كريسبي، الحاجات الحلوة هنعملها مع بعض رنجة مخلية معايا كده، وأشوفها ليها إزاي وأحمرها وتبقى كريسبي، واخدة توم باودر وبصل باودر وفليفر سبايسي أو غير سبايسي حسب رغبة ولادك. معانا كمان حبتين رنجة هنعملهم بالبرتقال. اعمل الرنجه بالبرتقال ازاي؟ بطعمها طعم البرتقال، والبرتقال يخش في الانسجه بتاعه الرنجه ويقلل الملوحه منها، اكيد في خبره طهويه هنا. معانا بروكلي النهارده هنعمله شوربه، شوربه البروكلي بالجبنه. انا شخصيا بحبها كده، واشوف الجبنه انسيابيه كده مع البروكلي، حاجه لطيفه وجميله بدون اي ماده دهنيه. معانا تونه لطيفه النهارده، يعني اوميجا 3، مصدر غني جدا لاوميجا 3، هعملها مع الخضار سلطه، انا شخصيا بحبها. ويا سلام لما تاخد قرن فلفل حار سبايسي كده ولطيفه مع عصره ليمون وزيت زيتون، التونه هنا هتتكلم مصري. تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعه النهارده زي ما عودت حضراتكم من بدايه الشهر الكريم لغايه لما بنأجز مع بعض في العيد. العيد في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل على شاشة القناة الأولى. أو تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وريحه الاستوديو رنجه وتونه، حاجه لطيفه وحلوه للامانه. واللي عاجبني في الموضوع خضار الربيع، تلاقي الخس البلدي والجرجير البلدي والطماطم والخيار والبصل والفجل الاحمر، الحاجات دي لازم تكون موجوده عندنا في مطبخنا الايام ديت، وخاصه لو بناكل فسيخه ورنجه. انا هبدا دلوقتي مع شوربه البروكلي. مقاديرها على الشاشه بسيطه وسهله لا تتعدى اصابع اليد الخمسه. بروكلي، جبنه حسب الرغبه، موزاريلا شيدر مش عايزه جبنه انت حره، معانا بصل، معانا ثوم، معلقتين زيت زيتون او معلقه زبده او سمنه حسب الرغبه، ولكن يفضل معلقه زيت زيتون. تعالوا نعمل الشوربه الحلوه دي مع بعض كده سريعا، نحطها على النار وننساها شويه. حلو الكلام، حلو الكلام. اول حاجه معلقه زيت زيتون، خلينا نقلل الدهون بقى بدايه من النهارده، عيدنا العيد والعيد وكل سنه وانتم طيبين، وكحك العيد لسه مازال عندنا في المطبخ ومازال في البيت. ونصيحه مني يعني نقلل من كحك العيد، لان كحك العيد عشان يبقى حلو للامانه بدون مجامله يعني سمنه بلدي. واحنا بقى يعني دلوقتي الدنيا مش قصه صحه ولا حاجه، عايزين برضو نهتم بصحتنا شويه، واصبح في دلوقتي الهيلثي فود والاكل الصحي والدايت والحاجات اللي كانتش موجوده زمان. يعني كان زمان اللي يسافر من الريف المصري او الصعيد المصري، والله العظيم وده حصل معايا بالفعل، الله يرحمها امي كانت تعمل لي صفيحه قراقيش بالسمنه البلدي، تقعد عندي شهر شهرين وانا متغرب، اكل منها كل يوم مع كوبايه الشاي، الكلام ده كان بيحصل بالفعل، وكان ليا اصدقاء تلاقيهم معاهم صفيحه فيها كحك بتاع العيد يقعد ثلاث شهور، واذا الكحك خلص قبل الثلاث شهور معناته ان احنا يعني بخر السنه ديت، يقول لك يعني والله عملنا الكحك ما كفناش ثلاث شهور. فالموضوع ده خلاص دلوقتي بقت يعني ايه، خلونا كده في القليل كده 2 كيلو 3 كيلو وتبقى الحياه زي الفل. هنحط بصلايه وتومه على النار مع البروكلي بتاعنا، وتستنيش على البصله والتومه لما يتحمروا، مش عايزهم يتحمروا بس يتشوحوا كده بزيت الزيتون. اخد البروكلي بتاعي، في هنا معلومه غير معلومه عايز اشرحها لحضراتكم. البروكلي من الخضروات اللي هي عزيزه شويه كده، تلاقيها حساسه شويه، يعني اذا احنا ما حطيناهاش في ميه مغليه فيها ملح تلاقي البروكلي ده اسود، وبصراحه لما بيسود بيبقى شكله وحش جدا، انا شخصيا ما احبوش وهو لونه اسود، احبه وهو لونه اخضر. شايفين الخضار بتاع البروكلي ده؟ ازيك يا استاذ فاروق، كل سنه وانت طيب. البروكلي ده انا عايز يبقى لونه اخضر اكتر ما هو كده، ازاي؟ هو ده الكلام، ده المهم. انا عندي البصلية اتحمرت، وعندي كمان التومه اتحمرت،
بنزل بشويه زعتر حلوين وما زال البروكلي في ايدي. احمر الزعتر كده مع البصله ياخد لون، وشويه الفلفله الحلوين دي البابريكا اللي انا بحبها، يعني انا بحبها، تلاحظ ان انا بستخدمها دايما. هي بص وجودها زي عدم وجودها، بس هي بتدي فليفر وطعم مع التوابل. مش بيفي دايما يقول لك بطل الفيلم بيبقى له واحد كده يعني ايه ظل البطل او السنيد بتاع البطل او اللي هو دايما خيال البطل في الفيلم او المسلسل على طول كده مثلا. البابريكا ديت هي كده مع التوابل، للامانه تلاقي تكمله التوابل بتعلي من الجوده بتاعتها، بتعلي من الفليفر بتاعها. انا بخش في معاني الموضوع. هنا البصله جاهزه، بنزل بالميه المغليه اهي، شوربه اهي، اللهم صل على النبي. خاليه من الدهون، خاليه من اي زيوت غير معلقه زيت زيتون. حلو الكلام؟ تمام زي الفل. حط شويه الملح بتوعي وانا شغال كده، والبروكلي في ايدي كده، الملح تمام زي الفل. خلصت الشوربه، والله العظيم اسهل من عامل كوبايه الشاي. الميه بتغلى على النار، شوف بقى الشوربه هتتعمل ازاي. هاخد البروكلي ده كده واسقطه في الشوربه. شوف الخضار بتاع البروكلي، حذاري تنزلي بالبروكلي ده في ميه لسه ما مش بتغلي، او ميه مش سخنه، درجه حرارتها عاليه، عشان تاخد الخضار بتاعه والجمال بتاعه. هتلاقي البروكلي دلوقتي خضر، مع ان الشوربه لونها مد على حمار بسبب البابريكا، عاملاها بشوربه فراخ، عاملاها بشوربه لحمه، هتلاقي البروكلي برضو اخضر. اهم حاجه تحط الملح وتظبط الميه تكون بتغلي، تنزلي بالبروكلي في قلبيها. تعملي البروكلي ده مع خضار سوتيه، عايزه يبقى لونه اخضر حلو كده، مع شويه ستيك مشويين، فراخ مشويه، شويه بيكاتا، وعايزه بروكلي مع جزر، خضار السوتيه عايزه يبقى لونه اخضر، لازم تحطيه في ميه مغليه بشويه ملح. هي دي المعلومه. اذا المعلومه بتقول ايه بالترتيب؟ اضافه الملح للماء المغلي اثناء طهي البروكلي يساعد على النضاره والخضار. معلومه اهي اخواننا في السوشيال ميديا حبايبي، اضافه الملح للماء المغلي اثناء طهي البروكلي يساعد على نضاره وخضاره لون البروكلي زي ما احنا شايفينه كده. معايا فرسان التلفزيون المصري اللي بعيد عليهم، كل سنه وانتم طيبين. شايفين لون البروكلي؟ ايه الحلاوه والجمال ده؟ بقى لونه اخضر اكتر من الاول. الصوره هي اللي بتقول مش انا اللي بقول. حلو الكلام؟ اسيب البروكلي زي ما هو كده وانا خلصت منه. نخش على اللي بعده، مش هغطيه للامانه، خليه زي ما هو كده. حلو؟ ايه اللي بعده؟ معايا رنجه هعملها كريسبي، مقليه في قلب الزيت. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي، ونستاذن استاذتنا الاستاذه رحاب مقادير الرنجه كريسبي مقليه، مقاديرها على الشاشه في متناول الجميع. حبتين رنجه، ثلاث حبات رنجه حسب اللي عندك. معانا بقسماط، معانا رقائق الذره، معانا توم باودر، بصل باودر، فص توم مفروم ناعم، سنه شبت صغيره. وهنعمل ازاي الرنجه كريسبي مقليه وحقوق الطبع لدينا وبس. حلو الكلام؟ الرنجه معايا هي زي الفل، خليها كده حلوه الله عليك. ومعايا طبعا رقائق الذره مخلوطه بتوم باودر وبصل باودر، هنجيبها كده لحضراتكم اهي. نحط التوم الباودر والبصل الباودر وشويه توابل حلوين كده من الفلفله الحلوه، شويه الزعتر الحلوين، شويه الملح التمام، مع بعض كده زي الفل. اللهم صل على النبي. ازاي اعمل رنجه مقليه؟ دي اول مره يشوف مغازل نسمع عنها. نسمع الرنجه بالطحينه، رنجه بالخضار، اما رنجه مقليه ما سمعناش عنها قبل كده. نقلب دول مع بعض. اصبح ان البقسماط جاهز، رقائق الذره جاهزه اهو، التقليبه دي حلوه. اجيب صينيه تانيه زي دي كده، بحط فيها شويه دقيق، شويه دقيق دول بس كفايه كده زي ما هم كده. حلو الكلام؟ لحظه واحده واحط على دقيق ده عم الشيف شويه عصير ليمون. معانا ليمون الليمون اهو، يلا حلو. هناخد الليمونه كده نعصرها على الدقيق ده كده. تابعي الخطوات دي علشان الرنجه تاكليها كانك بتاكلي حاجه كده، سمك فيليه مقلي، حاجه كريسبي كده لطيفه. ادي الليمون ينزل على الدقيق، عصره ليمون حلوه حلو تمام. هنزل بشويه ملح على الدقيق ده كده، فص توم ني على الدقيق، سنه شبت صغيره على الدقيق، ركزي معايا، شويه ميه ساقعين مش ميه سخنه، ميه ساقعه على الدقيق بس خلاص.
هنقلب دول مع بعض. تاني شوف الشيف عملها ازاي واحده واحده وانتم معايا. اعمل رين جماليه ازاي؟ خدت نص كوب من الدقيق، حطيت عليه عصره ليمون، حطيت عليه فص توم حلو كده اهو، وبعجن عجينه كده حلوه اهي. العجينه دي بدورها ايه بقى يا شيف؟ هو ده الكلام. لسه ما خلصتش. العجينه دي دورها هغلف بيها الرنجه، وبعد كده تنزل على الكريسبي اللي هو البقسومات او رقائق الذره، وهضيف على الدقيق ده معايا نشا، بضيف عليه شويه نشا، والنشا ده هيدي عصب للرنجه هيخليها كريسبي. اهو النشا ده زي الفل اهو، شفتي الخلطه دي مهمه جدا. شفت الخلطه دي؟ هي دي السر في الموضوع. عايزه تحمري بقى الرنجه، هتحمريها بالشكل ده كده، بس نحط شويه ميه ساقعين كمان للامانه هي عايزه، بس خلاص. وانا شغال كده واحده واحده. اختراع ده لما بقول حقوق الطبع لدينا وبس. الخلطه دي بقى هي السر. البصل البودر والثوم البودر موجود فين يا عم الشيف؟ موجود في الخلطه بتاعت الكريسبي اللي هو البقسومات. الدقيق ده فيه التومه، فيه عصره الليمون، في معلقه النشا اللي هتخليها كريسبي معايا. انا عملت الرنجه حواوشي، وعملت الرنجه فته، وهعمل دلوقتي الرنجه مقليه. اخد من الخلطه دي زي ما هي كده يا عم الشيف اهو، وانا شغال واحده واحده. معانا المخرج الجميل فرسان التلفزيون المصري، نوسع الدنيا دي كده عشان الاختراع اللي انا عامله ده يظهر ويطلع للنور. هناخد الرنجه زي ما هي كده اهو، عينيا اهو اهو. شفت الرنجه اهي اهي؟ شفت هي شايله ازاي؟ شايله شايله ومحمله، شايله ومحمله. على فين؟ حد يقول لي دي على فين؟ على هنا. كمان واحده شايله ومحمله. على فين؟ حد يقول لي على فين؟ على فين؟ على البقسومات. شايله ومحمله. على فين؟ على البقسومات. تسيبوني اطلع فاصل وتسيبوني مع شايله ومحمله؟ سيبوني مع شايله ومحمله وطلعوني فاصل اهو. يلا هطلع فاصل صغير ونرجع نشوف ازاي نحمر الرنجه في زيت غزير تطلع معايا كريسبي، تاكلي صوابعك وراها وخاف على صوابعك من الرنجه المحمره. وحقوق الطبع لدينا وبس. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، وللامانه بحكم الشغل يعني الزيت بتاعي سخن مني. اعمل ايه؟ اعيط واقعد احط ايدي على خدي؟ الزيت سخن؟ اكلم جوزي اقول له هات ازازه زيت تانيه عشان احمر لك رنجه زي اللي عملها المغازي؟ اقول لي يا ستي انا عايز اكل رنجه محمره. بقول لك ايه؟ مش عايز الاختراع ده والعك ده. هجيب ازازه زيت الراجل بدل الزيت اللي اتحرق، فانا هخرجك من المأزق ده. تعملي ايه؟ تصلي على الحبيب قلبك يطيب. نص ليمونه والنص التاني كمان عشان خاطر الحبايب كده. لو حماتك جت ولا اي حد جاء البيت مش هيعرف انك بتقلي لا جمبري ولا سمك. اهو الزيت هدى اهو. طبيعي الواحد لما بيعصب شويه يا استاذ رحاب بيعمل ايه؟ بيشرب عصير ليمون عشان يهدي من روعه. هننزل بحبات الرنجه دي كده في قلب الزيت. اللهم صل على النبي. خلص الكلام. هو ده. اهدى عليه شويه كده زي الفل. الزيت نهدي من روعته ونهدي من عصبيته في حالة تسخينه بسلايس من الليمون أو بنص ليمونة. المعلومة الغير معلومة، إضافة نص ليمونة للزيت أثناء درجة حرارته لما تكون عالية جدا في حالة التحمير، لما نيجي نحمر سمك مثلا أو حلويات بلح الشام زلابية. حلو الكلام؟ بتحمري حاجة غير كده ممكن تحط بصل مثلا، تحط نص برتقانة. العب حال. ما تقلبهاش، سيبيها هي دلوقتي هتطلع حالا دلوقتي ونتفرج عليها. انا عايز اعملها بمزاج الرنجه دي عشان الاختراع ده يتسجل للمغازي والتاريخ يسجل. ادي طبق اللي هنطلع عليه اهو، الطبق ده نطلع عليه الرنجه.
تحط عليه ورق مناديل مطبخ عشان بيقولوا لي الرنجه كده مش صحيه. ولا هاكل رنجه يا استاذه ريحان؟ هيفكر ان هي صحيه ولا مش صحيه؟ ده هيشرب وراها ميه وياكل وراها برتقال وياكل وراها يوستوفاندي ويشرب 5-6 كوبايات شاي ويتعب. انما بالطريقه دي طبعا لا هيشرب ميه ولا اي حاجه. ليه؟ انا طبعا تبلتها وحمرتها. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ده سمك موسى، شبه السمك الموسى وهي بتتقلي. لا دي يا استاذ فاروق دلعها لي والنبي الله يرضى عليك عشان التاريخ يسجل. بس الرنجه لسه ننزل بدي كده. بص دي كده لازه فين في الزيت. يا ويلي يا ويلي. من النهارده وداعا للرنجه مع السلطه، خلوها مقليه كريسبي. شيل دي، اخبار ايه؟ اتحمرت؟ شيلها. ايه المطلوب من الزيت؟ يخليها لي كريسبي. نعم، سؤال من الكنترول حالا دلوقتي جالي شيف مغازي، يعني معناته كده الزيت اللي انت حمرت فيه الرنجه ده كده اصبح ان انا ما اقدرش اشتغل فيه حاجه تانيه؟ ليه؟ ايه اللي فيه سمك على مسؤوليتي؟ ايه اللي فيه جمبري؟ ايه اللي سمك فيه ليه؟ عيني. حاضر. ليه اللي فيه اللي احنا عايزينه؟ يعني خلاص ازازه الزيت ما باظتش؟ لا خالص، هتشيليها تحط عليها شويه ملح، ولما تحط عليها شويه ملح يا ست الكل تستخدم الزيت ده مره واثنين وثلاثه فقلي سمك على مسؤوليتي انا. خلي بالك، حطيه يهدى، وبعد ما يهدى تحط عليه شويه ملح حلوين، شويه الملح دول هياخدوا رواسب الزيت والزيت ده يهدى ويبقى زي الفل، تستخدميه مره واثنين وثلاثه. كده انا خلصت من الرنجه المقليه، طلعت ثلاثه والدنيا بقى فطار دلوقتي كده، الواحد يمسكها بالشوكه والسكينه وبالف انا وشيف. حاضر، عايز تشوف حته يعني؟ عينيا يا فندم. حاضر. معايا مخرج شاطر عزمه لسه على قهوه، عيدت عليه فنجان قهوه حلو كده عشان يديني 5 دقايق زياده في الوقت يعني، ومع ذلك عايزني اقطع الرنجايه. شوف طعمها، ما تقطع كده الرنجه، ما تقطع الرنجه كده وتصلي على النبي. شفت الرنجه؟ رنجه كريسبي مقليه تاكلي صوابعك وراها. حلو الكلام، جديده حقوق الطبع لدى المغازي وبس على شاشه القناه الاولى طبعا. بس هنغرفها في الطبق بتاعنا ونخش على رنجه بالبرتقال. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. طبعا ده حلو، نغرف في الرنجه اهو، نقطع دي كمان. حاجه جديده هتعجب الولاد ونغير فكر الولاد من ناحيه الرنجه. الرنجه زفره يا ماما، ده سمك متخلل يا ماما خالص. انت ما عايزك تعملي حاجه حلوه قوي. دايما مع الاطفال خليك تستخدم معاهم كمين دايما، يعني ايه مقلب؟ هم ياكلوا الحاجه ويستطعموها، بعد ما ياكل ويستمتع كده زي السبانخ مثلا، مش بيحبوا السبانخ، حطها لهم مثلا كفته مع الجمبري او مع اللحمه، بعد ما ياكل ويستطعم. ماما انت يا حبيبي اكلت سبانخ النهارده؟ بجد يا ماما؟ والله يا حبيبي، ده انا بص اللي انت اكلته ده كله سبانخ. هيتفاجئ طبعا، في الحاله دي هيحب السبانخ ويقول لك اعملها لي مع فراخ، المره الجايه تعملها له مع لحمه، المره الجايه تعملها له مع جمبري وهكذا. نفس الموضوع مع الرنجه، ما تقولوش دي رنجه. انا عامل لكم النهارده يا ولاد ايه، شويه فرايد تشيكن كده حلوين. شفت الشيف المغازي بيعمل فراخ مقليه بشكل جديد، اكل والراجل استطعم وزي الفل وشبع وشرب مثلا اي مشروب بعد الاكل. تسلم ايدك يا ماما كده ويبوس ايدك، قالوا له على فكره اللي انت اكلته ده رنجه مقليه. بجد انت استطعمتها ولا لا؟ ايوه. عيش بقى وانسى انك اكلت رنجه، خليك كده عايش في وهم انك انت واكل فراخ. ادي الرنجه بتاعتي، هشيلها كده. اللهم صل على النبي. ونقطعها برده كده عشان الحبايب تشوف وتبص وشوف الزهور وتعلم. وزي ما قلت لحضراتكم التفاصيل عندنا على شاشه القناه الاولى. يلا نطلع بيها. عينيا رنجه، نخش على اللي بعده. رنجه بالبرتقال مشويه بقى المره دي، هتعملها ازاي يا مغازي؟ اصبر على رزقك. بس خليني كده ارص طبق رنجه حلو كده عشان معايا مخرج شاطر عايز ايه؟ يدلعها. خش لي في التفاصيل كده وانا عارف معايا فرسان التلفزيون المصري الاساتذه المصورين. رنجه بالبرتقال مقاديرها على الشاشه بسيطه وسهله، وانا واقف مع حضراتكم كده حالا هنعملها. بس نرفع الزيت ده من هنا عشان الاطفال الحلوين لما يخشوا المطبخ.
حلو الكلام؟ يلا هنجيب ورقة فويل وورقة زبدة. ورقة فويل وورقة زبدة، الاثنين يكونوا مع بعض، بس الكلام ده بعد ما نروق المطبخ كده وندلع المسائل. حلو الكلام؟ اه. ومعايا حبتين رنجة حلوين زي الفل. تعالوا نعملها مع بعض. ادي ورق الزبدة وورق الفويل. أول حاجة هفرتها ورقة الزبدة. فوقيها سوري ورقة الفويل. فوقيها ورقة الزبدة. اهي. حطيت ورقة فويل وورقة زبدة. وأجي جنبهم كده وأشتغل. واحدة واحدة وأنا معاكم. معانا برتقان. يا استوفندي يا ابن عم البرتقان. الله يرحمك يا أستاذ الفؤاد المهندس. الكوميديا الحلوة الجميلة. كان غنى للبرتقان والاستوفندي. زمان كنت في الإعدادية وأنا بسمعه. أهو. شايفين البرتقان ده كده؟ أهو. نقطعه شرايح كده. العب. أهو. ما فرقتش بقى برتقال سكري بسره بقى اللي موجود يعني. فاروق بيسالني بيقول لي برتقال بسره ولا نعم يا استاذ. نعم حاضر يا فندم. حلو الكلام. زي ما فرقتش بقى برتقال يستفندي او بسره زي ما احنا شغالين كده. اه حلو. رصيت انا ايه برتقال بالشكل ده كده. ودي كمان هنا كده. فين الرنجة؟ اهي. الله زي ما هي كده. زي ما هي تنزل تنام هنا كده ونقول لها ايه نامي وارتاح. نفس القصة ده دايما على ريش من الحرير. ونحط هنا كده. اهو اهو. والله بص انا عايز اقفل الرنجه دي مع الساده المشاهدين. انتوا عايزين تطلعوا فاصل براحتكم يعني. انا بس بقول اعيش كده لان دي برضو حقوق الطبع لدينا. وبس عشان الرنجه دي بجد هتشرب من عصير البرتقال وقشره البرتقانه وهتدلع على الاخر يعني. فبراحتكم عايزين تطلعوا انا اهو. بس انا عايز اقفلها. القفله دي مهمه جدا على فكره. السر في القفله. قفله الورق الفويل مع ورق الزبده. اهو اهو. حاضر اهو. زي الفل. انا مش عايزكم تزعلوا مني. انا عايز اقدم كل اللي عندي للساده المشاهدين. اهو كده زي الفل. تمام. هنعمل ايه يا عم الشيف؟ كل القصه شويه زيت زيتون. اللهم صل على النبي. اهو شويه زيت زيتون. البرتقال بتاعنا ده الحموضه بتاعته مش قويه قوي يعني. فنعمل ايه تركايه كده صغيره. عندي ليمون اظبطها كده واخدها كده. لا لازم العيد السنه دي يكون مختلف. التفاصيل على شاشة القناة الأولى. لازم تاكل رنجة بطعم تاني خالص. أهو شايف الليمون نازل يتناثر كده إزاي؟ بيدلع فرحان. أنا نازل على البرتقال. أهو البرتقال سبقني وأنا نازل عليه. أهو أهو. ما تحطيش ملح خلي بالك. أه ونقفلها كده. ركزي معايا. جراح يا شيف جراح. وننزل بالورقة الزبدة دي كده. حلو الكلام يا أختي. وتعالوا نقفلها كده. الله زي ما انا شغال كده. اه الله. لا دي خالص. اه شفت الجو ده كده. دي القفله دي. اه شبه الرنجايه. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ زي ما هي كده. على فين على فين؟ لسه ما خلصتش. هناخد طبق حلو زي ده كده. اللهم صل على النبي. ونحطها في الطبق ده كده. اهو حبيت الرنجه بتاعتي. وفي الطبق ده شفت الرنجايه؟ على فين بقى الفرن؟ درجه حراره الفرن عندي هنا 180. اللي هيقول لي دي مكانها فين في الفرن للامانه والله هتواصل معاه واكلها له. تحت في ارضيه الفرن. اه انا عايز صدمه ناريه قويه تسيح لي الدهون بتاعه الرنجه وتفصل لي الجلده كده. وهنتفرج عليها لما تاخد 10 دقائق في الفرن في درجه حراره الفرن تكون عاليه. هتاكل الرنجه بالبرتقال ولاول مره. وحقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. رنجه كريسبي، رنجه بالبرتقال، شوربه البروكلي بالجبنه. هنرجع مع بعض نعمل ازاي التونه سلطه بالخضار. اوعى تروحوا بعيد. تابعوني بعد الفاصل. We'll be right back.
ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، والمصداقية شعارنا على شاشة القناة الأولى. أنا نقلت الرنجة من الطبق الصغير للطبق الكبير، وأنا بعشق الجرجير مع السمك، فحطيت شوية جرجير جنب الرنجة عشان بس اللي شافها قبل ما نطلع فاصل شكل. وطلعنا بقى دلوقتي دي المصداقية، وغرفتها في طبق كبير كده عشان ايه، ربنا يوسعها علينا. ايه رايكم؟ جنبها ليمون، اللي عايز يعصر عصرة ليمون اهلا وسهلا. معانا شوربة البروكلي غرفناها في الطبق، وكل ده لصالحكم، بنكسب وقت لان عندنا حاجات كتيرة وتفاصيل كتيرة عايزين نشرحها لحضراتكم. غرفت الشوربة، حطيت شوية جبنة، وحط شوية كمان على الوش كده، والجبنة دي اختياري. وخلي بالك لما تحط جبنة على الشوربة ارفعي ايدك من الملح، خلي الملح قليل لان كده الجبنة فيها موالح، فالملح لازم يكون هنا قليل. خلينا نشوف مع بعض مقادير سلطة الخضار بالتونة. شيف المغازة يعملها ازاي؟ مدرسته فين؟ في التونة. هنا معايا تشكيلة من الخضار اللي هو الخيار والطماطم والبصل وتونة وعصرة برتقال حلوة، ومعانا شوية جرجير محترمين. تعالوا مع بعض ازاي نشوف هنعمل سلطة التونة بالخضار. معايا جرجير، وده موسم الجرجير. حلو، وفي مواسم كده للخضار زي الخس البلدي، زي الجرجير، الحاجات الحلوة ديت انتهز الفرصة ونكسر من تناولها سواء طازجة أو مطبوخة. هو الجرجير بنطبخ، يا سلام لما نعمل البيتزا بالجرجير، وعملتها قبل كده. يا سلام لما ندخل الجرجير ده في السوشي. يا سلام لما ندخل الجرجير ده في الأطباق الشينيز. حلو، خلي بالك الحاجات دي حلوة أوي. الجرجير أنا حطيته أهو زي الفل، بأسس الطبق كده واشيله كده ورا، خلاص طوره انتهى. ومعايا تونه زي دي كده حلوه، بحطها في بوله هنا كده. عايز اعمل سلطه التونه بمزاج بقى، بحبها. هاخد التونه دي زي ما هي كده. دايما في اجازه العيد بيكون فرصه، احنا في اجازه وقاعدين في بيوتنا، نخترع ونألف بس بحب، حاجة تطلع حلوة. هتعمل ايه يا شيف؟ هحط على التونة دي بصلة ناعمة، فص توم ناعم، حلو قوي، سنة شبت صغيرة، الله عليك، ما تكتريش الشبت ده حرامي، بيسرق الطعم. ونحط زيت زيتون. يعني ايه حرامي يا شيف؟ يعني زي ما بنعمل كده محشي كرنب بتاعنا، بتلاقي ظاهر فيه الشبت، ناكل الكرنب ليه؟ وده المفروض الشبت يظهر هنا ليه؟ لان الكرنب بيعمل انتفاخات وغازات في القولون، فالشبت دوره هنا طارد للغازات، فاستخدامك له في الكرنب ده اجباري. معلقه خل صغيره، ده كله على التونه. معانا ليمون حلو، ومعانا برتقال، عصره ليمون حلوه كده، الله، اهي على التونه. انا بحب الحمضيات مع السمك، خاصة الاسماك اللي هي المجففة يعني. حلو اهو زي الفل. برتقانة دي اخدها كده قطعها نصين. عصير برتقان على التونة، جربي. انا مش عايزك تستغربي من حاجة بعملها الا بعد ما تجربي وتشوفي. اليقين يعني، انا جربت الحاجة وشفتها بعينيا. برتقان، لان البرتقان ده هينزل عليه حاجات دلوقتي، الخضار البصل والحاجات الحلوة. حلو الكلام؟ نقلب دول كده مع بعض سريعا. كل ده فيه حبيتين رنجة في الفرن بالبرتقان، سايبهم انا وشامم الريحة، والله العظيم طالعة من الفرن. تقولي وانت عاملة كيكة بالبرتقان؟ لما بنعمل كيكة بالبرتقان في البيت بتقلب البيت، واحد يخش يغير هدومه يشم ريحة الكيكة بالبرتقان، يخش الصالون يشم ريحة الكيكة بالبرتقان. نفس الموضوع مع الرنجة دلوقتي، هتقلب الصالون عندي، خلي بالك. وانت بتفتحيها شفت الخليط بتاع الرنجة ده كده، بهريز ده مهم جدا بالشكل ده كده زي الفل. طيب هعمل ايه؟ عند الخضرة بتاعتي طماطم وخيار وبصل، تقطع جوليان شرايح بالشكل ده كده اهو زي ما هو كده، مش هحط لها حاجة خالص زي ما هو. هاخد الخضار ده ارص هنا كده، سلطة التونة بالخضار. أنا عايز تفاصيل الخضار تبان، الطماطم تبان، والخيار يبان، والبصل يبان، فأعمل إيه؟ أشتغل بالشكل ده كده. لوحة فنية. أنا بعرف لما بتعزم
ومثلا عزومه بيتي يعني اعرف ان الاكل ده معمول بحب ازاي؟ من طبق السلطه. لا اخش على الحمام ولا اخش على المحمر ولا المشمر ولا الحاجات دي. رز المعمر بيتحط له لبن ويخش الفرن. مفيش اقتراح هنا. صينيه البطاطس، البطاطس بتتقطع وتخش الفرن. انما ان اقف اقطع خضار بشكل واحد متناسق والخياره متقطعه بشكل واحد والطماطميه بشكل واحد وتبوله بقدونس مفروم صح وارسم لوحه فنيه من طبق السلطه، ده الحب. يعني بيبقى هنا المزاج. وانزل بالصلصه بتاعتك دي كده والدرسنج بتاع التونه هينزل بقى على الخضره دي كده زي ما نازل كده اهو. اه التفاصيل دي اهو 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 تبان كده اهو اهو كانها سمكه التونه اهي اهي. هيحد هيقول لي دلوقتي بقى ويخترع ويقول لك يا شيف مغازي اه ما خلطش ليه كله مع بعضه؟ دي خضره لو انا قلبت عليها الزيت والخل والليمون اللي انا حاطه هتهبط وشخصيتها هتقل، يعني هيقل من شخصيتها. دي خضره على طول، فانا بسيبها كده على الوش لغايه لما ناكل ونقوم من على السفره السلطه دي ماسكه نفسها وتلاقي شخصيتها حلوه كده وتفاصيلها باينه. اهم حاجه الجرجير بعيد عن القصه دي كلها. هنعمل ايه بالجرجير؟ الجرجير ده بقى نمسكه بقى ونغمس بيه كده ونلم بيه التونه والخضار وبالف هنا وشفا. السلطه دي بالتفاصيل دي قدام حضراتكم اهي زي الفل، مش عايزه حاجه غير شويه عيش حلوين كده محمصين، عيش مقرمش وبالف هنا وشفا. بس انا هعمل تركايه حلوه للامانه عشان بحب اجود في شغلي لما خاصة لما يكون معايا وقت ومعايا بلانش حلوة زي دي كده. اللهم صل على النبي. ومعايا حباية فجل حلوة اهي. يا سلام على الفجل ده، يا سلام. الفجل ده انا عاشق له. الفجل ده بمثابة الجنزبيل. اي درنيات، جزر، فجل، لفت، بطاطس، بطاطا، كرنب، جنزبيل، دي اسمها درنيات، يعني الجذور بتاعتها سرحانه في الارض، مفيده جدا للجهاز الدموي وتحرك الدم وشرايينه وتجيب الدم من فوق لتحت اه وتقول له حبه فوق وحبه تحت اه للدم، يعني تخلي الدم يجري في الجسم من فوق لتحت. اغنيه عدويه دي، حبه فوق وحبه تحت اه. ونمسك الجزر ده كده. الله عليك يا عم الشيف. اه بقت سلطه والله. في جلايه مش مكلفه 2 جنيه بس ايه عدلها. تضربي حته الفجلايه من دول، تضربي طبق السلطه وراه فاتح للشهيه اه. الف انا وشاف. لسه لسه يا استاذه رحاب، احنا معانا لسه ساعه. انت لسه قايله لي بقى فاضل لك ساعه. يا نعم. طب اطلع الرنجه، ايه رايك يا مسهل؟ مين؟ اطلع الرنجه؟ يلا العب. اللهم صل على النبي. لسه نجيب الطبق الحلو ده كده. دي سمكه، سمكه صغيره، ونحط فيها شويه جرجير كده. الله، السفره النهارده تفتح النفس، شهيه. ونصلي على الحبيب، قلبك يطيب. ايه الحلاوه دي يا ام غازي؟ ايه الحلاوه دي؟ الاختراع ده جبته منين يا واد؟ خبره السنين يا باشا. لازم اشيلها عشان ايه؟ عايز احطها سليمه زي ما هي كده. ابا الله الله، شايف الرنجة؟ شايف الرنجة وحلاوتها؟ تشيل ورقة الفويل دي كده من تحت علشان مش عايز الفويل يتقدم كده. شايف الجو ده كده اهو. والبطان تلاقي اللحم الرنجة ساب وفصل عن اللحم بتاع عن الجلدة، يتقدم بالشكل ده كده. وانا عايز ورقة الفويل دي تبان كده عشان عنوان ليها والتفاصيل. انا هعمل لك حاجة حلوة دلوقتي هتشوفها هتعجبك. اه السخن ده معلش. اه يابا اشيل ده من هنا وبالسكينه هنعمل حاجه حلوه قوي هتعجبكم عشان نقول الرنجه فين هنا من البرتقال. اه نيجي عند الرنجه كده. صلى على الحبيب بقى وشوف، شوف لحم الرنجه بيعمل هنا اه 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 سايب من بعضه ازاي اهو. زبده، حته زبده اه اه. نبص عليه كده، نبص عليه كده اهو. الله
ونفس القصه هنا. حاضر، عينيه، اللهم صل على النبي. رنجه بالبرتقال فيها طعم البرتقال، حابه تحط عليها طحينه حسب الرغبه. عملنا الرنجه كريسبي، عملنا سلطه جميله جدا بالتونه لطيفه وحلوه، الفجل الاحمر غلفها وتوجها بالشكل الجمالي، عملنا شوربه جميله جدا، شوربه البروكلي بالجبنه من المطبخ الطلياني. رؤية فن ابداع، كل عام وحضراتكم بخير، وعيد سعيد على كل الامه الاسلاميه، وعيد سعيد على كل المصريين اخواتنا وحبايبنا المغتربين يرجعوا لارض الوطن سالمين غانمين ان شاء الله، ومعاكم باذن الله مستمرين وسند لكم في المطبخ يا امي يا خالتي يا عمتي يا كل ست عظيمه بتشوفني من خلال شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. رؤيا فن ابداع بتشوفوا كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو.